السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، اليوم راح نتناول محاضرة أخرى من محاضرات الجاسترو تراك اللي هي موضوع الديفارينكس. الديفارينكس what it is، يعني definition of الديفارينكس. It is a fibromuscular tube applied to the back of the face. Its anterior wall is largely deficient so that it has wide communication with the nose, mouth and the larynx. هذه هي الفارينكس، هذه اللي هسه نشر عليها حاليا. هذه هي الفارينكس تيوب، لكن هذا التيوب يكون يعني خلينا نقول مثل يو شيب او سي شيب، يعني بي انتيرير بارت يكون مفتوح، الانتيرير وول خلينا نقول يكون مفتوح حتى يتواصل ويا النوز ويا الماوث اند وذ ذا لارينكس. امتداد الفارينكس تمتد من البيس اوف ذا سكال to the C6 vertebra. The cervical vertebra number 6. يعني حوالي طولها 12 cm or 5 inches. يقسموها إلى ثلاث أقسام رئيسية. هاي اللي هي الجزء العلوي من عندها اللي هي nasopharynx. الجزء الوسطي اللي هي oropharynx and the lower part اللي يسمى laryngopharynx. أحياناً هاي laryngopharynx يطلق عليها hypopharynx، لكن إحنا نختلف ويا هاي التسمية، راح نذكرها إن شاء الله لاحقاً. The dead space، شنو هذا ال dead space؟ ورا الفارينكس هنا هي هاي باعتبار هذا التيوب اللي هنا موجود خلف الفارينكس. تشوفون هنا اكو خلفها راح تجينا هاي الفيرتبري سيرفايكال فيرتبري. طبعا قدام السيرفايكال فيرتبري اكو عندنا البري فيرتبرال مسلز. البري فيرتبرال مسلز مغطاة، يعني كفرد باي فاشيا اللي اسمها البري فيرتبرال فاشيا، اللي اذا تتذكرون تعطينا من عندها باللور بارت تعطينا الاكزيلري شيث. بين البريفيرتبرال فاشيا وبين البوستيريور وول اوف ذا فارينكس اكو عندنا سبيس، بوتنشال سبيس، هذا فولد ويد لوز، يعني كونكتيف تيشو. المشكله بهذا السبيس انه ات كونتينيوز داونورد لحد ما يوصل لوين؟ للبوستيريور ميدياسينم. راح ينزل يعني قدام الفيرتبرال كولومز لحد ما يوصل للبوستيريور ميدياسينم، يكون يوصل يعني بدقة إلى حد الديافرام in the posterior mediastinum. فلذلك إذا صار عندنا infection أو foreign body مرات صار هنا بهذا المكان، راح ينزل، ممكن ينزل downward by the effect of the gravity لحد ما يوصل لل diaphragm. في حين إذا صار الانفكشن أو الباس أو البلود ورا الprevertebral fascia، الprevertebral fascia تنتهي at the level of T4 بالlevel of thoracic vertebra number 4. هذا الاختلاف عن ال dead space إذا كان قدام ال prevertebral fascia أو كان ال infection خلينا نقول ورا ال prevertebral fascia or deep the prevertebral fascia. شنو فائدة الفارينكس؟ ليش موجودة عندنا هاي الفارينكس بهذا المكان؟ شنو فائدتها؟ الفارينكس بالحقيقة هي كروس رود، يعني هو منطقة عبور أو منطقة تقاطع بين النيزل كافيتي أو الريسبيراتوري تراكت ويا الجاستروانتستينال تراكت. هاي منطقة تقاطع بيناتهم. فبهيجي حالة هنا إذا نقرأ هذا التكست اللي موجود، if there were no crossing of air and food pathways there would be no soft pellet. هنا soft pellet هي شنو فائدتها؟ راح تسد ال airway عن ال food pathway. Okay. The nose must be narrow for warming, moistening and cleaning the gentle stream of air in tranquil breathing. It is inadequate for increased pulmonary ventilation. The open mouth is needed then. هنا ال nasal cavity أو النوز هو بالحقيقة مهيئ، هاي المعلومة تعرفوها، مهيئ أو مصمم بطريقة بحيث الانسبايرد اير راح يصير بي فلتريشن مويست وورمينج اند مويستنينج. لكن في حال هاي وين تكون؟ في حال ترانكل. ترانكل بريذنج معناها التنفس الهادئ، يعني من واحد قاعد مرتاح يتنفس على كيفه. لكن في حالة الإجهاد الإعياء مثلا من واحد من يركض، راح يصير راح يفتح حلقه حتى شنو؟ the mouth provide a large hole for the entrance of air. يعني النوز ما يكفي لدخول الهواء اللي انت تحتاجه، فتضطر تفتح حلقك. الماوث او الاورال كافيتي غير مهيئ لهاي الخاصيه، يعني لا يسوي فلتريشن، لا يسوي وورمينج اتسترا،
بالنسبه للانسبايرد اير. اوكي، كذلك كف would be very ineffective if sputum had to be expelled through the narrow nose instead of into the pharynx or mouth to be expectorated or swallowed, and you cannot talk through your nose, try it with closed lips. During coughing, طبعا الكف هاي البروتكتيف ميكانيزم، يطلع عندك مرات سبيوتم من الـ من الريسبيراتوري تراكت. هذا السبيوتم طبعا وين راح يروح؟ اما يطلع عن طريق الماوت او يوصل للفارينكس، وعن طريق الفارينكس يطلع منه، عن طريق الفارينكس ممكن يصير بيه سوالوينج، يرجع من جديد لوين؟ للاستومك عن طريق الاسوفيجس، او ات از اكسبكتوريتد عن طريق الاورال كافيتي اللي هو السبيوتم اللي هو البلغم. تعرفوا طبعا ماكو سبيوتم يطلع عن طريق النيزل كافيتي، يعني هذا فتشي رير جدا. The pharyngeal wall consists of three sheets of curved muscle. ثلاث طبقات او ثلاث عضلات بالحقيقة، ثلاث عضلات صفائح يعني sheets of muscle اللي يصيحوا لها superior constrictor, middle constrictor and inferior constrictor. هذني العضلات اللي مستعرضة جاية بالعرض، وعندنا ثلاث عضلات جاية بالطول اللي هي stylopharyngeus والpalatopharyngeus بالاضافة للsalpingopharyngeus. هسه راح نمر عليهن later on. السوبيريور كونستركتور، هذه العضله طبعا لتفصيلات ادق مرات ياخذوها خاصه جماعه الـ يعني سب سبيشاليتيز مثلا، يقسموها الى بارس. بارس شنو يعني؟ اجزاء. يعني هذه مثلا السوبيريور كونستركتور الجزء الاول هاي S1 S2 S3 S4، انتم بس تطلعوا عليها بالحقيقه، انتم ما مطالبين بهاي التفاصيل، لكن حتى تصير عندكم ببالكم هاي شنو التقسيمات مال هاي العضلات. بارس تريغوفارنجيا، هاي اللي جايتنا من التريغويد هاملوس، بارس مايلوفارنجيا، وبارس بوكوفارنجيا، يعني بوكوفارنجيال بارت. بارس معناها بارت هنا، لكن هاي اللفظه اللاتينيه. اند بارس جلوسوفارنجيا. بالنسبه للميتال كونستراكتر ايضا تتكون من تو بارتس، كوندروفارنجيا اند بارس سيراتوفارنجيا. الانفيرير كونستركتر فيها تو بارتس. هنا الانفيرير كونستركتر من الجزء مالتها تهمنا بالحقيقه اكثر من الباقيات، اللي هو الثايروفارنجيال بارت والكريكوفارنجيال بارت. هسه راح تمر علينا وليش هاي الاهميه مالتها منين جايه. مثل ما تشوفون ايضا بهاي الصوره بين البيس اوف ذا سكال والسوبيريور كونستركتر اكو عندنا سبيس، بين السوبيريور والميدل اكو عندنا سبيس، بين الميدل والانفيرير اكو عندنا ايضا سبيس اخر. هذني هاي الفتحات في الحقيقه راح تمر بها، هي مو فتحات تامه لكن مغطاه بميوكس ممبرين، تمر عن طريقها اما نيرفز اور ماسلز جايتنا من الخارج الى الداخل او بالعكس. هاي ايضا هاي الصوره هنا نشوفها بهاي الحاله. بالاضافه للمصل هسه اللي حكيناها اللي هي السوبيريور والميدل والانفيرير كونستركتور، اكو عندنا الثلاثه اللي قلنا تكون باتجاه طولي لونجيتودنال المصل اللي هي سالفينجو فارنجيوس والبلاتو فارنجيوس بالاضافه للستايلو فارنجيوس مصل. هذا الكورونال سكشن، الكورونال سكشن ان ذا فارينكس، هنا مثل ما نشوف العضلات ذن الثلاثة اللي هن الكونستريكتورز مصل مرتبات بطريقة بحيث صايرة السوبيريور بنص الميدل والميدل صايرة بنص الانفيرير، يعني يشبهوها مثل 3 ستاكس كابس، يعني ثلاث اكواب واحد صاير بنص الاخر. اوكي زين، سؤال هنا عندنا نرجع لهاي الصورة ونشوف السوبيريور كونستريكتور. احنا قلنا البارينكس تمتد من البيس اوف ذا سكال to the level of C6. الفارنكس مثل ما حكينا قلنا تمتد من ال base of the skull to the upper border او to the level of C6. اوكي زين، احنا هنا نشوف انه السوبيريور كونستريكتور هنا هاي الحافه العليا مالتها ما قاعد توصل لل base of the skull. اذا شنو اللي يشغل لنا هذا المكان بين هاي الحافه وبين ال base of the skull؟ بالحقيقة هنا موجود فد شيء اسمه
بيزلو فارنجيال فاشيا. هذه الفاشيا اللي موجودة تمتد من هاي السكال، هذه تمتد من البيس اوف ذا سكال الى بالحقيقة مو للحافة العليا للسوبير كونستركتر، وانما تدخل الى الداخل اللي هي سوري الفارينجو بيزلر فاشيا. هذه الفارينجو بيزلر فاشيا وين امتدادها، منين تجينا؟ تمتد من الميديال بليت اوف تريجويد بروسيس، هذه الميديال لامينا اوف تريجويد بروسيس، ات باسز باكورد، تمتد للخلف لحد ما تمر على هنا، نشوف ايضا بهاي الصوره لحد ما تمر على الفيتروس بارت اوف ذا تمبرال بون، بعدين تسوي فت كيرف تطلع مره ثانيه انتيريرلي لحد ما توصل للفارنجيال تيوبركل اوف ذا اوكسيبيتال بون، هنا تكمل مره ثانيه اثناء هذا الكورس مالت. هذا تشوفون هنا تمر ات باسز بيلو ذا هاي الاوستاكين تيوب، هذه او الفارنجو تيمبانيك تيوب او الانترنال اوديتري تيوب او الاوستاكين تيوب حتى ما تنسوها، تمر من اسفلها، يعني بمعنى انه the اوستاكين تيوب او الاوديتري تيوب it passes above the pharyngobasilar fascia to enter into the pharynx، حتى تفوت للفارينكس. اوكي بدقه للنيزو للنيزوفارينكس. شنو فائده هذه الفارينجوبازيلر فاشيا؟ الغاية من عندها ليش موجودة هنا؟ طبعا ها من توصل للمسلز اللي موجودة راح تكون بالحقيقة راح تلتحم ويا السب ميوكوزا اوف ذا مسل هنا اللي موجودة، وراح تكمل داون وورد هنا بهذا المكان، تكون هي توب قوية. الغاية من وجودها بهذا المكان بالذات، يعني تعرفون انه العضلات اثناء الكونتراكشن هي من اسم ذن الكونستريكتر، من تصير بهم كونتراكشن راح تنقبض تصغر لك او تضيق لك الفارينكس. وجود هذه الفاشية اللي هي الفارينجوبازيلر فاشية ايش راح يسوي؟ ات كيب ذا نيزو فارينكس، طبعا هاي موجوده ضمن النيزو فارينكس، ات كيب ذا نيزو فارينكس بيتنت، مفتوح 24 ساعه تخليه، اوكي ما راح ينسد ما راح ينقبض لاي سبب من الاسباب، لانه مو عضله لان هاي فاشية. اوكي هاي الغاية انه من وجود هاي الفارينجوبازيلر فاشيا بهذا المكان. هنا تقسيم الفارينكس من جديد راح نشوفها، الجزء العلوي منها اللي يمتد من البيس اوف ذا سكال للسوفت باليت، هذا هو النيزو فارينكس، اللي ورا راح يجينا لحد الحافة العليا للإبيجلوتس اللي هي الاورو فارينكس، واللي يبدي من الحافة يعني السوبيريور بوردر اوف إبيجلوتس تو ذا إيسوفيجاس، هذه هي لارينجو فارينكس مو الهايبو فارينكس، احنا نختلف ويا هاي الهايبو فارينكس اللي بهاي الصوره. زين اللارينجو فارينكس او سوري النيزو فارينكس ايش بيها او وين صايره؟ تبدا النيزو فارينكس ابتداء من انتهاء النيزل كافيتي، النيزل كافيتي وين ينتهي؟ تقريبا بهذا المكان اللي هي هاي الحافه الخلفيه للنيزل كافيتي او الفتحه الخلفيه اللي سميناها الكوانا، وراها راح تجينا النيزو فارينكس. ايش راح نلقى بالنيزو فارينكس؟ راح نشوف اكو عندنا هاي الفتحه اللي هي هسه اللي مرت علينا قبل، هذه الانترنال اوديتوري، هاي الاوديتوري تيوب، هاي الفتحه مالته داير مداي او حولها راح نلقى فد اليفيتد بارت، هذا الاليفيتد يسموه التيوبال اليفيشن، اللي يسبب هذا التيوبال اليفيشن هو وجود لمفويد تيشو اراوند ذا اوبننج اوف ذا تيوب هنا. اوكي هذا الاليفيشن يكون مثل الانفيرتد جي شيب، هنا يكون شورت لم اوف ذا جي، وهنا يعني جي حرف جي مقلوب، هنا الطرف القصير وهنا راح يكون الطرف الطويل بهذا الاتجاه. الطرف الطويل هذا ليش يصير؟ هذه يصيحوا له السالبينجو فارنجيال فولد، هاي السالبينجو فارنجيال فولد صايره فوق او يعني it overlies the underlying salpingopharyngeus muscle، عندنا واحده من العضلات اللي حكيناها الطوليه اللي هي salpingopharyngeus muscle، فهاي صايره فوقها fold فيصير حولها salpingopharyngeal fold. ورا هذه الفولد هنا اكو عندنا ريسس هنا، هاي شو يصير حولها؟ يصير حولها pharyngeal ريسس او يصير حولها fossa of Rosenmüller هنا موجوده بهذا المكان. طبعا هاي المشكله شنو بيها؟ هاي fossa of Rosenmüller
احيانا من يسوون انتوبيشن، يعني يسوون يدخلون تيوب منها حتى يفوتوه لهاي الفتحه، they missed this opening، وين راح يروح هنا؟ فمن يسوي forceful penetration هنا هاي المنطقه ممكن تنثقب، اذا انثقبت هاي المنطقه هنا صاير عندك وراها يعني lateral to it، عندنا internal carotid artery يفوت بهذا المكان، فتكون قريبه من internal carotid artery. The posterior wall of the pharynx, of the nasopharynx بالحقيقة. أكو بي أيضا تجمع of lymphoid tissue اللي يصيحوا له pharyngeal tonsil. pharyngeal tonsil من تكبر من تلتهب، هو lymphoid tissue ممكن يلتهب. من تكبر وتلتهب أو تلتهب وتكبر راح يتغير اسمها، يصيحوا له الأدينويد. يعني الأدينويد هي inflamed or large pharyngeal tonsil. في حين اذا كانت سمول ما يصيحوا لها ادينويد، المفروض ما يصيحوا لها ادينويد، من تكبر صار اسمها الادينويد. زين جواها ايش راح نلقى هنا؟ هذه الباسافانتريج. شنو هي الباسافانتريج؟ هنا نشوف بهاي الصوره، اذا تشوفون هاي الصورتين، الباسافانتريج هي بالحقيقه منطقه اتصال الفارق. طبعا هنا راح نلقى بهذا المكان ما عندنا عضله، يعني هنا قصدي موجوده الفارينجو بيزلر فاشي، هنا راح تبدي السوبيرير كونستريكتر تقريبا. منطقة اتصال الفارينجو بيزلر فاشيا ويا السبو ميوكوزا اللي هنا موجودة، هاي راح تسوي لك هاي الباسافانتريج، هاي اسم باسافانت. هاي الحافة هي بالحقيقة مومنترلي، يعني تظهر آنيا خلال عملية السوالوينج، خلال عملية الابتلاع راح تظهر هاي الحافة. الغاية من عندها شنو؟ من تظهر هاي الحافة من الجدار الخلفي للفارينكس وتقابلها من الأمام ارتفاع هاي السوفت باليت، فراح تسد لك النيزوفارينكس عن الأوروفارينكس، راح تغلقها. لذلك الفود وين راح يروح؟ راح يروح للإيسوفيغس، ما راح تصعد اللقمة لهنا. لذلك أنت ما تقدر، يعني it is impossible to take a breath while swallowing، انت ما تقدر تاخذ نفس من تبلع اللقمه، لانه واحد من هاي المجريين لازم يكون مفتوح، ما يصير. يعني احنا قلنا هي الفارينكس هي كروس رود، فواحد منهم راح يكون مفتوح، لو النيزو فارينكس لو الاورو فارينكس اثناء السوالوينج، اثناء السوالوينج. لكن انت ممكن اثناء ما تسوي تشوينج للبولتس اوف فود، يعني من تمضغ اللقمه ممكن تتنفس هنا، أنا ممكن تتنفس، لانه الاورو فارينكس ما لها علاقة، هنا تكون مفتوحة، النيزوفارنكس يكون مفتوح، هذا المجرى يكون مفتوح. لكن أثناء السولوينج هاي اللحظة راح تصعد السوفت باليت وتظهر بالمقابل، تظهر هاي الباسافانتريج من الخلف حتى تحكم لك، يعني تسيل the closure of nasopharynx from oropharynx. واضحة لهنا الفكرة إن شاء الله. الجزء الثاني من الفارينكس اللي هو الاوروفارينكس، الاوروفارينكس اللي هو الجزء اللي يكون خلف الاورال كافيتي. احنا اخذنا سابقا الاورال كافيتي وقلنا نهايه الاورال كافيتي هو البلاتوغلوسال ارتش، هذا هو نهايه الاورال كافيتي. ورا راح تبدا عندنا الاورال الاوروفارينكس. اول ما نشوف هنا راح نلقى عندنا البلاتاين تونسل موجوده بهذا المكان. البلاتاين تونسل قاعدة وين؟ قاعدة بالفوسل، البلاتاين فوسل أو تونسلار فوسل هنا. وراهن راح تجينا another fold هذه اللي اسمها بلاتوفارنجيال فولد. طبعا البلاتوغلوسال فولد جواها اكو عضلة اللي هي اسمها، يعني هاي الفولد من اللي مسويها أو هذا الارتش من اللي مسويه؟ لأنه اكو عضلة جوا اسمها البلاتوغلوسس موسل، هاي من عضلات الأورال كافيتي. لكن البلاتوفارنجيوس مصل هي من عضلات الفارينكس، ايضا راح يسوي لك انذر ارتش. فبيناتهم اكو عندنا هاي الفوسه اللي تقعد بيها البلاتاين تونسل. اوكي، هذا هو البوستيريور وول اوف ذا فارينكس، هسه راح نشوفها ايضا بهاي الصوره. نفس الشيء هذه هاي التونسل، هذا الانتيريور، اما يصيحوا له الانتيريور ارتش او يصيحوا له انتيريور بيلر او يصيحوا له البلاتوغلوسال ارتش. اللي هذا بالخلف هو البوستيريور بيلر او البلاتو فارنجيال ارتش. اوكي، هاي فوق عندنا هي طبعا هاي السوفت باليت وهذه اليوبيلا، هذا هو البوستيريور وول اوف ذا فارينكس.
هاي بالنسبه للتونسلكتومي هذا شوفون هاي لارج تونسل اكبر من الطبيعي. طبعا التونسل يعني كلش تونسلايتس فيري كومن، واحيانا كثيره قد يلجا الى عمليه ازالتها اللي هي عمليه سحله تونسلكتومي. احيانا اكو يصير عندك بليدنج من هذا المكان، ممكن تستعينون بهذا التكست برو يعني بيه فائده لكم، لكن احنا نتجاوزه لضيق الوقت. دي لارينجو فارينكس اللي هو الجزء الثالث من الفارينكس، ابتداء من الابر بارت اوف ذا ايبيجلوتس تو ذا ايسوفاجس. هذه هي اللارينجو فارينكس. الجزء العلوي من عندها راح يكون مفتوح اليمن على اللارينكس، في حين الجزء الاسفل من عندها هنا نشوف هذا المكان. هسه اللارينجوفارينكس تبدي من هذا المكان، من هاي النقطة لحد هاي النقطة. الجزء العلوي قلنا هو مفتوح على الاديتس مال فتحة اللارينكس، في حين الجزء السفلي اللي يكون بي انتيريور وول هنا بالحقيقة. اوكي، هذا الجزء من النهاية السفلى لفتحة الاديتس هذه يصيحوا للهايبوفارينكس. هذا هو الهايبوفارينكس بدقة يعني، لكن قلنا احيانا هاي كلها يصح حول الهايبوفارينكس. على جانبي اللارينكس، طبعا هاي اللارينكس، هاي المنطقة هي اللارينكس طبعا الفتحة مالتها. على جانبي هاي هنا نشوف اكو هاي الريسس او الفوسة اللي يصح حول البايريفورم ريسس او البايريفورم فوسة. زين، هسه عندنا بالنسبة للمسكولر وول، احنا عرفنا انه المسكولر وول اوف ذا لارينكس اوف ذا فارينكس، قلنا هاي العضلات الثلاثه اللي هي الكونستريكتر، واخذنا قلنا بيه انقسم يقسموها الى بارس او اجزاء. الجزء الاسفل او العضله السفلى الانفيرير كونستريكتر بيها جزئين مهمين اللي هي الثايروفارينجيوس والكريكوفارينجيوس. الكونستركتر السوبيريور والميدل والانفيريور بالحقيقة هذين العضلات من يلتقن بالخلف يلتقن وين؟ عضلة ويا عضلة، قلنا من تلتقي يصيحوا له رافع. هذا الرافع الفارنجيال رافع يمتد من الأسفل لي وين يوصل؟ ممكن يوصل لحد يتصل بالفارنجيال تشوبركل بالبيس اوف ذا سكال. الوحيد اللي يتصل من العضلات هو هذا الرافع. اوكي، العضلة ما توصل، لكن هذا الرافع يوصل للفارنجيال تيوبركل للبيس اوف ذا سكال. الانفيرير كونستركتر قلنا بيها جزئين، الجزء الاخير من عندها اللي اسمه كريكو فارنجيوس هذا ما بي رافع، يكون سيركولر تقريبا سيركولر مصل. بيناتهم اكو عندنا فد مثلث صاير يصيحوا له الكيليان ديهيسنس. الكيليان ديهيسنس شنو؟ انه مثل الفراغ الصاير بين العضلات هنا، بس هو مغطى بالحقيقه بميوكوزا. فاحيانا تصير من هذا المكان هيرنييشن. هاي شو يصيحوا لها؟ يصيحوا لها دايفرتيكولم او زنكرز دايفرتيكولم، او مرات يصيحوا لها فارنجيال باوتش، او يصيحوا لها ايسوفاجيال دايفرتيكولم، يعني يطلق عليها تسميات مختلفه. هذه قد تكتشف صدفه اثناء تصوير شعاعي، او قد تكون بيها فت سيمتومز ويكتشفوها عن طريق يعني هنا راح يصير عندك هيرنييشن ميوكوزال هيرنييشن عن طريق الكيليان ديهيسنس باعتبار هو منطقة ضعف بالوول. عندنا مجموعة من الستركتشرز اللي تفوت كنا بين الفتحات اللي صار بين العضلات بين السكال بيس والسوفيرا كونستركتر. اكو عندنا هاي الستيكين تيوب ليفيتر فيلي بلاتيني تنسر فيلي بلاتيني اند ارتري اللي هو اسندنج بلاتاين بين السوفيرير والميدل كونستركتر. اكو عندنا نيرف اللي هو الجلوسوفارنجيال نيرف العصب التاسع كرانيال نيرف نمبر 9 بالاضافه للستايلوفارنجيوس مصل. بين الميدل والانفيرير كونستركتر اكو عندنا انترنال لارنجيال نيرف والسوبيريال لارنجيال ارتري. جوا الانفيرير كونستركتر اكو عندنا ريكرنت لارنجيال نيرف بالاضافه للانفيرير لارنجيال ارتري. هذا المخطط نشوف هاي التيوب، طبعا هذا النيزل كافيتي هنا الاورال كافيتي جوا هاي السوفت بلت. بنشوف هنا العضلات اللي متصله بالسوفت بلت. اوكي،
فلاتوفارنجياس مصل هذه اللي هسه مرت علينا اللي يسوي لك البوستيرير فيلر او بوستيرير ارت. ايضا عندنا الليفيتر بيلي فلاتيني، هاي الليفيتر من اسمها جاي من فوق راح ترفع السوفت باليت. وعندنا وياها اكو التنسر بيلي فلاتيني. التنسر بيلي فلاتيني شو تسوي؟ تسوي تنشن بالسوفت باليت حتى من تشتغل الليفيتر بيلي فلاتيني تقدر تسحب السوفت باليت بصوره تامه. The nerve supply of the muscles of the pharynx هو عن طريق الفارنجيال plexus. الفارنجيال plexus هي تجينا من ال glossopharyngeal nerve ومن ال vagus nerve. عضلات الفارنج عدا الستايلوفارنجياس هي تاخذ من الفارنجيال plexus. ستايلو فارنجياس يزودها الجلوسو فارنجيال نيرف. طبعا الجلوسو فارنجيال نيرف اثناء الكورس مالته يفتر حول هاي العضله فيعطيها نيرف سبلاي. الكريكو فارنجياس مصل ايضا تختلف، احيانا يزودها الريكرنت لارنجيال نيرف، هذا طبعا من الفيغاس، او عندها النيرف الوحيد طبعا الريكرنت لارنجيال بالاضافه للفارنجيال بلكس، او احيانا تزود بس من الاكسترنال لارنجيال نيرف. الاكسترنال لارنجيال ايضا هو فيغاس نيرف. الميوكوزال سيرفيس اوف ذا فارينكس بالنسبه للنيزو فارينكس سبلايد باي ذا ماكسيلاري نيرف. الاورو فارينكس عن طريق الجلوسو فارينجيال نيرف. والهايبو اللارينجو فارينكس عن طريق الانترنال لارنجيال اند ريكرنت لارنجيال نيرف. بالنسبه للاورو فارينكس اكو عندنا منطقه الفاليكولا اللي هي صايره ورا التانج، هذه يزودها الـ internal laryngeal nerve. لذلك طبعا هذه قلنا مرات من يصير لها touch مثلا راح يصير عندك gag reflex او لانه هاي vagal stimulation. بالنسبة للـ arterial supply it is supplied by a branch from the external carotid artery ابتداء من الـ facial artery lingual والـ ascending pharyngeal ascending palatine greater palatine artery of pterygoid canal and superior laryngeal artery. بالنسبة للفينوس درينج عن طريق الفارنجيال فينوس بلكسس، هاي صايرة حول الميدل كونستريكتور، بعدين تودي لي وين؟ تودينا للتيريغويد فينوس بلكسس، بعدين للانترنال جيجولار فين. بالنسبة لللور بارت اوف ذا فارنكس عن طريق الانفيريور ثايرويد فينز. الليمفاتيك درينج يروح بصورة رئيسية لل upper deep cervical lymph nodes وبعدين للريترو فارنجيال والبارافارنجيال وبعدين بجزء العلوي لل lymph nodes found in the posterior triangle of the neck. بالنسبة للجزء السفلي راح تروح لل paratracheal والsupraclavicular lymph nodes. الفالداير رينجز، الفالداير رينجز شنو هي هذه؟ هذه مجموعة من الليمفويد تيشو، الليمفويد كولكشن موجودة حول الفتحات الطبيعية. الأدينويد اللي هسه حكينا عنها اللي هي فارنج اللي هي الفارنجيال تونسل اللي حولها. التيوبال تونسل اللي يصير حول الفتحة مالت الأوستيكيال تيوب. البلاتاين تونسل اللي هي التونسل هاي العادية بالإضافة لللينجوال تونسل، ذن يشكل حلقة بهذا المكان. حتى شكو شيء يدخل من النيزل كافيتي او من الاورال كافيتي يمر عن طريق هاي الحلقه، يعني هاي فيرست ديفنس ميكانيزم موجوده هنا بهذا المكان. فممكن التونسل تلتهب بسهوله، يعني التونسل قصد هنا من يقول تونسل قصده البلاتاين تونسل عاده يرمز لها الشكل يطلق عليها، او ممكن التيوبال تونسل او الادينويد بيصير بعدين نتيجه التهابات المجاري التنفسيه العليا. هنا نشوف هاي الصوره بالنسبه للعمليه السولوينج هنا شلون تصير، يعني نشوف انت هنا البولس اوف فود هنا هاي سوفت باليت. اثناء السولوينج السوفت باليت تصعد لي فوق تسد لك الاوروفارينكس عن النيزوفارينكس، راح تنزل البولس اوف فود حتى تروح للايسوفيجاس. طبعا هاي العمليه الاولى البوكال فيز اللي هي الفولنتري بارت. من تعبر منطقة الأورال كافيتي تروح للفارنكس راح يصير involuntary، بعد ما غير ممكن تسترجع
البولس اوف فود. And thank you for listening.